مكتوب عليه الله محمد. اهلا وسهلا بزوار الحرمين. هاي اصلاحات بشار 23/7/2012 اثار القصف العشوائي على قريه بين سمعان في منتصف الليل والناس نيام، الاطفال نيام. الله اكبر. المروحه، الزيتون، الاماكن التي ينام فيها الاطفال والنساء. الله اكبر. اثار القصف العشوائي الصاروخي والمدفعي على قريه بين سمعان. برادات الموني لم تسلم. الله اكبر. 23/7/2012 اثار القصف العشوائي على قريه بين سمعان. هون المكان اللي نزلت فيه القذيفه. براد مسلح فيه دويركه، مونة عالم بدها تاكل. هاي اصلاحات بشار، بيقطع الاكل عن العالم. حتى الباب مسلح. دوالي العنب التي تسبح وتقول الله اكبر لم تسلم من اصلاحاتك يا بشار.